فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي ودمي يا حبيب الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، زاري أن تلمدوا كقرآن يتوسلوا عن كثرة جنزا تأملات القرآنية بملا ورأساتين يتوسلوا تنايا وتنال. زاري من يوم كسورة البقرة كسمنتينيو أنكس آية نستن يمكتلو تلنميو سمنتينيو آية لي يميان سوى الله سلم منافق وچنو قد منافق وچ بميل سيامي سايهون كسوچ مكاكل بميلو يعني الساتو. ومن الناس من يقول آمنا بالله لله كسوچ مكاكل با الله عمننا ليميلو دفرو عمننا لمالت وستعجو سايامن آمننا ليملوا اللوالنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الناس قلت كلن يا مان يسايون آمننا ليملوا اللو على آمننا للناس ناجم على من أملوا الله قلي هلت يمان إنه من سبب يا الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يا الله إنه من سبب. وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر مالهم أمان يوجد لهم بأ الله ما يبنوا متمنى ساعة ما ألب لهم هل تكبروا. إنما بزي آمنا بمالهم من دنيا فلقود يخادعون الله الله ما تعلل له يفلقود ما تعلل لك الله شو ظاهرون عن بساس لهم وستزن بلهم دم من لهم أهون الجمال ننسوا بسم الله شعر ليال لوستن لا إلهون الدم من المساس لهم تفلق الله تكبر يعني مستنقن على الكبر. يهيب أنه سو لسو للو يتلال خلق لخلق للي يتلال قل خلق لخالق أجل. يخادعون الله والذين آمنوا يأمنوا تنم يأمنوا تن يتلال له نبي قارس عليه الصلاة والسلام متو أمن الآل بلو الله لن ساتهم مكو وشدنوا النبي يتنعورا اندي خننوا اندي خننوا اندي خننوا سلوا أجوكم سو ناتشو نا تكبروا أجو. أما خالق الأرض والسماء خيانة إجارة خداع إجارة. وما يخدعون إلا أنفسهم بزي بما تعللات جو بما خداعات جو إيام ونمو يعلو تراسات جو ننجي الله ينمى للم عمال ونجي نمى للم من مالذن يزي يخدعو آخرو يا خدعو ما ترشا إميهنو بما اللينو بالنسو لينو ميكستو وديتو كسارو النسو لينو ميهونو نميلو الله. وما يشعرون الناس يقولون أي جماعتهم أي أوقاتهم وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم رأساتهم يتللوا يمون يموناتهم أي أوقاتهم. إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين. الناس ما مجد الله لا يقول نبي لا يقول أمان نجي لا يقول يقول أمان النوم رسول في قلوبهم مرض ان السوء الذي يبكوت شجراتشو لباتشو بشتنيا سنونانو بلباتشو وست بشتال فزادهم الله مرضا الله ليلا بشتام تشمر اللاتشو. في قلوبهم مرض شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم ان داي قالتو يمي هذا القدس قاتل مع اللاتشو ان ما تعلم كتاوبنا يمي لثنا قرانا. فزادهم الله مرضا شكا ونفاقا وألما وخوفا
حسب سنة الله في أن السيئة لا تعقب إلا سيئة. السيئة لا عقبة لها إلا سيئة. مدفو نقر مي ولدو مي أترفو مدفو النو يهن النو راسه جولي يا رب يالود. ولهم عذاب أليم للنس يميم قطعتا لبات النس دنيا لي زادهم الله مرضا مرض في مرض نجم شك في شك نفاق في نفاق ألم في ألم عند كنت أن يهونو يمين وربد أقات أميلا قل أخيرا بهن لهم عذاب أليم شديد. النزيه قلي آيات بلفو كتنقروا في القرآن آيات قارا يالله قلي من نتن سنعي تقلك لن يأمان يوجدنا الله يودنات جون أسكمت الله كزيادة مكافر وجو قلت طلعت النتاج جوني فايا وطوتن كنقر بالا ما نسفاري ننبلو كزيا كزي يمواجيكو تنكفلو تنكفلو بقلت نينقرنا الله. النزيه آيات كم يستمروت نقر بنور خداع تلك وانجل مهورون بتلي خداع فيما يتعلق بالإيمان فيما يتعلق بالله ما مونيت كل جزم وانجلهم كافرينهم مؤمنينهم مكدات كل كلهم ما تعلل وانجلهم قنا الله لا يسيون النبي يلا عليه الصلاة والسلام سيون عما عنيوش لا يسيون إيمان بتملكة سيون دمه يبعسن أميه ونولى مالتهم. التحذير من الكذب والنفاق والخداع وأن عاقبة الخداع تعود على صاحبها كما أن السيئة لا يتولد عنها إلا سيئة مثلها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بمدر لا يتاب لا شو سيبالوا مدر لمن أنهم تاتفوا مدر لا يونجل لمن تصفف لا شو سيبالوا على الله قالوا ملسي ستعلوا من ولو إنما نحن مصلحون إن يكو أساماري وجنا نجات في وجه أيضا لن ملالو أدفنا تشوف سيبال أدفيا تفاتونا يهيه تقبارات تشوف تفاتنا باكا تشوف النقر أقومو أتكفروا بالله أتستبابلو أتواشو نبي يالوتن أتطفو سيبالو إنما نحن مسلمون إن يكو يسامرنا إن يكو يستكاكلنا إن دوم أستكاكاي مالك إن دنيا ما نالليلالو على إنهم هم المفسدون يمي أبلاش مالت النسو ناتشو على الله ما أبلاشت يمي أقول إن النسو يعلم أن نعلم ما أبلاشت مي بلقر كان النسو يتلي يعلم هم المفسدون فقط على المسلم النسو بيجا ناتشو عطفي وجمال ولكن لا يشعرون قلع يا أقول إيا أبلاش مهون أتشو راسو أي سماتشوهم. وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا بالله بأ الله منو سيبالو بنبيو منو سيبالو متمنى ساتعلم باكو سيبالو. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس للو سوء يأمن آمن الناس لم يكن مهتمنوا سيبالو قالوا آمنوا كما آمن الصفاء نجيكو يأمنوا تبوينوش ناتشو كيلوش ناتشو الناس سلام منو جاننا من آمن تراسوش مسل ناتشو إنياكو آوائكي وشنن من منا مادرق اندال لبن يمنك أسبن يمن سرى سواجنا نلانه. ولكن قال كما أمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا تزقاجوا أواجسموا ألا تتنكبوا ألا أواج 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 عندما لكنا يبالان درو سمو لما لتقدون من يبالان برا مثل يمن ترسيبان أواج 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 يبالان كذا أولا من اللي تابوج نقوله جرون سيسد نقروا لما نقر مالك ألم أداة تنبيهنا نقو السبب استعدوا أيها المسلمون لما يقال لكم إنهم هم السفهاء. كل وجه مالت النسو ناتو كل مالت أعمال سايون بأ الله يمي أمن وطبع النسات على النبي ولو يمي الزقاي سايون يما يمنوا كل مالت ولكن لا يعلمون. سبحان الله منافق مالت منافق من بالو تولد زر بزر من متى يهون؟ أيضا بزر من دار هنا عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من رجال الصحابة الخيرين عبات رأس المنافقين نبر يهين أمه كان من الصالحين منافق نفكرنا من متى أو كمن
كالما من يهون عندن دوچو كتكم غارا يهزونا بزيا ودنفكنا يهدان عندن دوچو دمو بلهنت بلو ياسبوتنا نفكنا يقبال نفكنا هون اللي نيلوني چلال اندي ما هون ما اگر اون یاد لکن لکو سایه ونی کرد، قوام قوام این دنده دفع کمال، دفع، دفع منوال، ها؟ گود قوام، لا اله الا الله یه دو بکوش نگر لوقو، تصور هم متنی بل، بل دفع قوام لف کملا بل، قوام دانگر وی واش دانگر اهل یه دفع قوام با گارا وست قفر و منگر يا مكينا من قد مياوتو تيسو يسو من قد مياوتو السمني لطال نفك لطال لمن دبك سلوانا يهيب سو وستون اميامنو تككلين ياون وستنا امياكو مانو خالقنا الله سبحانه وتعالى الناس سبحانه انديهم السلاء يكو يجلال راسو تككل امياكو مانو الله لمن السو زهري نفكنا وتنش كبد اللي يجلال الناس اللي يجلال اللي يارك يجلال الله سبحانه وتعالى زين تقول مزقوا مولوا ينفق الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس السيالة يالوكو نفق الله بني بكل يلم انهم بسلتنا بلهنتنا قلوا ياسبال لهم بلهنتنا نفق الله انه بلهنتنا لكو ترسول من يلالو اهون سمعت شمري بالا البزبنا تشكل مال سفر إني مال سفر من مثال مال قد سويت شيء يعمل بتسمع لاتو الناس اللي تعني تود ما من الناس يبان قلل تاني على قلل حق يا زيان باطل يا زيان كم نو قلل يعمل كذي كباطلو تنش قلل ما هو ده أدل كذي نجوز نجوز انقلي وليتي كربان يا الله كربان حتى عن تزن اللي حق انه باطل بعد لبت وليت لو متاقل له اني هي قلت تكملوا نقل بتعملوا بفرو بزو سويش لي ابو يتشني ودان ودي انا اسي قلت انت جاب هنا قاتل اللي يروح على انت قلت يا انت قلت انت جاب هنا انت اللي يكون يا من قلت انت قال تبني لو بتنقال حق هذا جاب كان حق كان حق ما يهدي تدق فال مثلا بلا سم بجي بكشلك مزاوط قال شلكم بافتنا قال شلكم نقروها النبي عليه الصلاة والسلام لازم بقلب تلو جن حق كحكم قال اللي بيجان له بلست الناقر اتفرع نفكنا ما ادري ها رجل قال لك يا هم كنتوا يا غير زبرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اوركو كامنوت رك يالله كامنوت تغلي يالله ككادوت تغلي يالله كامنوت كللكو يا دبر يلن كامنوا وجي كهونا بقولوا كافر على البال يونه بدو لاي مدرسه كو عندنا درجه الكفر يمجرشاو طاراو مدرس من تنش تنش متعملوا نغير عندنا من عند عنده من اللي عمل يتلا وإذا أظلم عليهم قاولا لكي متى الهدى فيه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنوا إيش قاسي قنانيو سلام لمفتر أمنا لا لنالو هاي الطالب من أبنى الطالب وإذا خلوا إلى شياطينهم ودى سيطان وتشاكشو سيطان مالك كل شيء يبعدك عن الخير شيطان كخير الكفات يميه وده نقره له سومه الجن ميهن نفس منه شيطان إلى شياطينهم الشيطان كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنسان أو جان والمراد به هنا رؤساؤهم في الشر والفساد يمدفو نقر مري وچاتشو ساقينو أستوى مريتشو قاسيهنو من إلانو إنا معكم إن يكون أنت قارنو أن أنت من الجوال سنبال سنتنا نقري قارنا جبال أرى والله إن إنما نحن مستهزئون الناس قال ننسى اللي يا يزن باتشو من الله يستهزئ بهم الله بالنسو يا فيزان يا فيزان مالك يا فيزان تشون واقع يكفل تشوال مالك يا فيزو بتن واقع تشون تجريون يسات تشوال ويمدهم في طغيانهم يعمهون
በጥሜታቸው ላይ ይየዋኙ ምድሜ ይሰጣቸዋል በዚያው እንዲቀጥል ያረጋቸዋል ኡላኢከ ለዚነ እሽተረው ዷላለተ ቢልሁዳ ይሄንን ተግባር ያደረጉ ባህሪያቸው እንዲህ የሆኑ ሰዎች ማለት እኮ ቀናው መስመር በጥሜት የቀያየሩ የለዋወጡ እነሱ ናቸው ፈማ ረቢሐ ቲጃረቱሁም ወማ ካኑ ሙህተዲን ንግዳቸው ትርፋማ አይደለችም እነሱም ቀናውን መንገድ የያዙ አይደሉም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ እንግዲህ ስናያቸው እነዚህ አንቀጾች ከሞላ ጎደል ምን ያሳያሉ አንደኛው ذم الادعاء الكاذب ምንም የለለህን ነግ ብለህ ማለት አግባብ አይደለም واذا قيل لهم واذا لقل الذين امنوا قالوا امننا የለለህን መሞገት ነው የለለን ነገር መናገር ነው ሁለተኛ الاصلاح في الارض مدر لاي ትክክለኛን ነገር ማስራትና ለልማት መንቀሳቀስ የሰው ልጆችን የሚጠቅሙ ነገሮችን መስራት አላህ የሚወደው ስራ ነው የዚህ ተቃራኒ ደግሞ አላህ የሚጠላው ነገር መሆኑንም ማወቅ ያስፈልጋል ሙናፊቆችና የሙናፊቆችን ተግባር ባጠገቡ መሄድ እንኳን የለብንም እንኳን ልንፈጽመው ከሰዎች መካከል ሰይጣኖች እንዳሉ በሰዎች መካከል ሰይጣን በሁለት እግር ይሄደ አብሮ ይበላ ይጠጣ ሰይጣን የሚባል ክፍል እንዳለ ሸያጢኑ መካ የሚሏቸው ሰዎችም ነበሩ በነብዩ ግዚ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መበቀሉ የማይቀር መሆኑንም ማወቅ ያስፈልጋል አላህ ይስተህዚኡ ቢሂም ማለት እበቀላቸዋለሁ ማለት እነዚህና ሌሎችንም ማስተምሮቶች ወደፊት የሚከተለው ትምህርታችን እናያለን በነብዩ ግዚ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የልፍቅና ባህሪ የታየ የመጣው መዲና ከሄዱ በኋላ ነው መዲና አካባቢ የነበሩ ሙናፊቆች 300 رجل و 170 امراه ነበሩ 300 ወንዶች 170 ሴቶች ሙናፊቆች ተብለው ይታወቁ የነበሩ ነበሩ ይሉላል አብዱላህ ኢብኑ አባስ بعضهم من الاوس والخزرج وبعضهم من اليهود وراس منافق المشركين عبد الله بن ابي بن سلول ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسلم من اسلم وهلك من هلك إلا ما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقد نار الفتنة بالتعاون مع المجوس منافقوك بنبي يجزي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة وجدت يتوقوا ينبروا بهن مثل أي أجات عمي لا يجد بزوج متوال لسات جويا نبي عليه الصلاة والسلام كموتوبها لا متعام يفتنا مريهون يكتلوا عن دونه كأيهون وجدتوا يمتوا عبد الله ማነው አብዱላህ ኢብኑ ሰባ የሚባለው ነው ያ አብዱላህ ኢብኑ ሰባ አሁን ድረስ ያለው በሙስሊሙ ላይ እየተዘራ ያለው ፍትና በተለይ የሽዓዎች ፍትና የአሉል ቤት ጉዳይ ያከበረ መስሎ ያበጣበጠው አብዱላህ ኢብኑ ሰባ ይሁዲ ነው ያ አብዱላህ ኢብኑ ሰባ ሙናፊቅ ነው ሙናፊቆች ባህሪያቸው ምንድነው ከተሳካላቸው ጉልበት ካጣ ሙስሊሙ በይፋ ይወጡና ይመቱታል ምንም ችግር የላቸው ግን እየተዳከመ ከመጣ ውስጥ ለውስጥ ነው የሚሰው አይተኙም አይወጡም ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا امنوا كما امن السفهاء واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم ስለዚህ አላህ ይበቀላቸዋል ለምንድነው እንዲህ የምታደርጉት ሲባሉ ያፌዝን ነው ስለሚሉ الله ደሙ የፈዛቸውን ዋጋ ይሰጣቸዋል ብሎናል ምሳሌዎቹን አስቀምጣ አላህ ለሙናፊቆች ሁለት ምሳሌዎችን ነው ያስቀምጣ እነዚህ ምሳሌዎች በደንብ ለመረዳት ዛሬ እንወክራለን مثلهم የሙናፊቆች ምሳሌ كمثل رجل እንደ ሰው እንደዚያ ሰው ይላቸው الذي استوقد نارا اسات لمندد እንደሞከረ أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مكرا أربو ساتوا ستندل إن كسوا الفزوري أو نعلو ستسابرا اللي تساتوا ذهب الله بنورهم برهان أتشو بوطع للبلو دس سلا أتشو برهان اندو السنبات أتشو سواتنا وتركهم اندتوا أتشونا اندتوا أتشو مشالينو في ظلمات በጨለማዎች ውስጥ ላይ ብሲሩን ምንም እንደማያዩ እንግዲህ ጨለማ ድሮም ጨለማ ነው ግን ጨለማ መቼ ይሳል መሰለ
مبرات عجينيه لك كاين بلا برا اللي كالك بوالا شلما دجنا سيون يباشر يسويه من الدنيا مسلو الله سبحانه وتعالى من الدنيا مسلو يهون تكتك على شلما براها لا يهونو من امبل اللبن يهن شلما لم يقوم قام مبرات اللبن يقولو ترو 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 ساعتو انا عندنو بلج سيننا زوريا وستايو دس سيلو ولياهم مبراتون اللي بنبارو بعدو شلما لا يميتو انديت لو بيسمو منافقوش مالت ذك الدزين عنجو منافقوش يتلقو مكة عنجو الله سبحانه وتعالى يوسد باتجو تلقو نعمة نور عنجو يوسد باتجو انظروا لا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا يكو استهزاءوا يا الله بكلا نور فلقاتجو انجاو الدنيا لا يكرمكوا هم ما يتقين مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد نارا للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون من مالت لهم منافقون أمن لال بمالتها يهدش نقر تتقنوان زرعون يعلون أيتو سويو انديت افابتي هل تتقموال من تتقموال منافقوتنا كافرون لينا تحجوا مننا من يعقين تتقمال لك من او بياس هين قدلوا ما ينمتوا على من هجوا ما ينباغوا يشغلان لو يصبروا ما تنكراچوا ابرونا يعني تبالال خلاص يجي ياتي يبرهانوا نغر نج وانتفعوا بهذا الانتفاع ذهب الله بنورهم وتركوا في ظلمات لا يبصرون لانهم بايمانهم الظاهر صالوا دماءهم واموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي وبما يدبرون من الكفر اذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى انفسهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم الناس مالك سم لاجو سم لا لاجراتي سم بسين كهنا مرز لو مرز بسينو كهنا الناس سم لاجو سن لا سم مش لاجو ما تبي لا لا سم مالك بالصاد ايش هو بدنا الصمم في الاذان يجرو مدقر له جرو جرواتو اي سمام مالك له قل يسمام اي سمام نسو انت دمقرو على ناتو دمقرو وش ناتو يعني بل الى ابو تالي لهم اذان لهم لا يسمعون بها ازي لا يكمل هذا سم بكم عمي ደቆሮች ናቸው ዲዳዎች ናቸው አይነስውሮች ናቸው فهم لا يرجعون ስለዚህ እንዲህ ስለሆኑ የሚያውቁበት አጋጣሚ ስለሌለ የማወቂያ መሳሪያዎች በሙሉ ስለተዘጉባቸው አይመለሱም ወደ እውነቱ فهم لا يرجعون አንዳንዶቹ ይሄንን ለፊተኛው ምሳሌ ማሟያ ነው አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሌላ ምሳሌ ነው ሶስተኛ ምሳሌ ነው ብለዋል እንዴት አሉ ሱም ናቸው አይናቸው እንትባል ነው ጆሮአቸው ባለ መስማቱ እነት እንደ መስማት ባለ መታደሉ ልክ ጆሮ አይ ምላስ እንደሌለው ሰው መሰላቸው ሙናፊቅ ማለት እነት የሚናገርበት ምላስ የሌለው አንደበት የሌለው ትክክለኛ ነገር የማየት አቅም የሌለው አይንም አይኑም ማየት ጆሮም እነትን የማይሰማ ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ነው ብለዋል አው ከሰይብ ሚለ ሰማ ወይነሱ إن القرآن مثال يحجو كسماء دورد زناب نو فيه ظلمات أوست بزو جلما وجلما زناب بزو جلما نو زناب دام من نو زناب لديد كهونا جلما يمثال زناب راسو بزو كهونا ده جلما نو
سلذي ظلمان ورعد وبرق. برق مالت يميا بلج تاولو رعد دمو جهوتو نو غرمرم تاولو انذي هولتون ميازن چلما لا يمتا بطان بكبار چلما لا يمتا كبار زنابي مسلان يجعلون أصابعهم انذي هينت زنابي متا باتشو سوت جرواتشون تتعطو تشاكشون يادر قالو في آذانهم بجرو تشاكشو وست يجعلون أصابعهم في آذانهم طبعا أطراف أصابعهم يتعطو تشاكشو تشاكشو يام بيهون يسبباتشون مالتنا قلو بتاعت هاي الدردن قل حرصاتشو لعلم اسمان يهم ما يبقى بيهون ليلة بتاعت عسقبتو لمدفن يمي وكروناتشو من الصواعك مبرك دايمتاتشو حذر الموت موت بمتنكك والله محيط بالكافرين يهن المولي لام السالين كافروتشو بالقرآن عالم التكماتشو وين وحينا الناس يعلاتشو قلن قلن انديها اللزناب اندور ندباتشو سواجناتشو يكاد البرق يخطف أبصارهم بلجتاوي مسلال عيناتشو انكمتواتشو ندقاتشو يميهن كلما أضاء لهم مشو فيه يا مبرقو انتما انو بلجتاوي سيامر اللاتشو يهدانو وإذا أظلم عليهم قاموا سيجل مباتشو دمو يكو مالو ازي برق يتبالو النا رعد يتبالو رعد ما استنككاو وعيدونو برق دمو وعدونو الله لا مؤمن وجه خير لسرود قالي قباو كلما أضاء لهم مشو فيه مالت يمنش ما ماتشو نقر سيناقر يقوزالو كسميتاتشو قار يمبيهن نسولي بمسا السلكة تناقر القرآن ايه دعم بك الطلاب تشكري الله تشو وإذا أظلم عليهم انك سيارقاتشوهن كالارقاتشوهن كالارقاتشو سيلا تشوهن قابوا قدر ولو شاء الله الله بفلك لذهب بسمعهم وأبصارهم جرواتشوهنم عيناتشوهنم لكماتشوهن جلال الله بفلك إن الله على كل شيء قدير الله كل النجار ما درج يمشي البمونو يهن اللي عدرك يشيلان لنا ليحسبوا بدي جبات شوالي لنا إن الله بالنزي عنده مساله يوم ولتن يوم مساله دمو النزي منافق وجه جروات شون عينات شون بلا بلا شون بعلى ما أنت كمان شون لكن دايدا سوور إن ده دمكرو إن ده جدام مسألة شون سوستن يوم مساله يزنامونا يمريتو قدينه يسوتش قدينه قرآن من هذا أما الآية الثالثة والرابعة أردتن جانا أمسنة سوستن جاو مثالي فهما تتضمناني مثلا آخر لهؤلاء المنافقين ليلا منافقوش لمنافقوش ليلا مثالي أمتطوع وسورة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هي مطر غزير كبار زناب دور ردنه عبروت يعني لو بدنا دامنا الله تكلم الله بزعت راسه يزناب الله كذابوا على دمه مبرك الله بالاجتمال وهم في وسطه مذعورون خائفون يسدون أذانهم بأنامل أصابعهم جروا تشاتشون بتعطوا تشاتشو تافي زقال حتى لا يسمعوا صوت الصواعق النذي من فرتونا يا قرآن استمرود انداش النفاتشو جرواتشو لا ييزو اندى كافروت اندى مكا كافروت عتسمو الان طروطرونا قال يسمعتشو كهداتشو تسنو لأسان برباتشو سلمتشن عتسمو يميلو تننا قرآن لعلى ما السمار يميترة تنترد جرواتشو نيزو مبرد لعلى ما سمات يميترة كبوسو وچايدات عنه فإذا نزل بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم الظاهر إن السن منك هكا آيات كامورنا نزعك ولا أمروا إمسا السلام إن السن منك هكا إن السن مصر يميا وراء إن السن يميا سفر الراك ورنا لسا متايفا
استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. بيتنا وما قد عمي مثالي وجيني يتكسو لسوج بتككل تبرت وجين ماكرم تقبي مهنون يا سيّرا. باطل يازو سوج هل جزر منافق وجو كافر وجو ما جرش عنشو وردة الدمي هونم بقلس أخيتونا. قرآن مثاليو عند زناب مثلو زناب يدرك أن مريد هوة دميست هلو بكايان دميا بكل هلو أزمران دميا فرا هلو. قرآنم وحيم يسول جوجين علم لمو إيمانات جون تقوات جون حب الله وإجلال الله الله المفرق الله المكبر الله المودد بما دابر ودت عمان بيقولوا ما درك يميتل تلك نجر مهونون بيفان دوار الله كصيب إلى السماء. قرآن وعد وعيد قالوا إن هذا ذات كم من دالو لا تفي وجه بسرات من دالو من كم لم يدرب السوج بيفا السمرون لقيزيو يمنافق وجه تكبار يمين ملكته يا قرآن أنقذوا تأملات القرآنية يميلون القرآن برنامج من تكتاتلو زارين من دتلمدو كسورة البقرة كهاي عندن يوبا هلا يلوتن عيوتن يعني كهاي عند تنستن يكتلوتن لما يتمكرا. الله سبحانه وتعالى يسول جوجين نسوس تكفلو أما جوج كافر وجه منافق وجه بقل تكالقر الوالا لهلتم لهلم يميهن تريد الراجو يا أيها الناس إن أنت سو نجوج وي يا أدم نجوج وي يا لهم سوى شوي يا لهم واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إن أنت نمونك إن أنت بفيت ينبروت سوى يفترون الله اسم بيتشا ببيتشا إن أملكوا تعالى الله واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لكي تتقون النار كجهنم نزعت وتزن. الله سبحانه وتعالى فروانا يسولج كجهنم نزع الموت عندنا عندنا وبيسفل ثم عندنا يسولج يمسفل لجو نزع لهون كاسات نزع لهون الله مفرات الجار الله هذه فرع يرجع ان يكون من أهل الجنة وينقذ من أهل النار الذي جعل لكم الأرض فراشا. الله مالك يانو مدر من تافي هذا الرجل والسماء بناء سماء دموت أرى هذا الرجل قدي بمي قبال نجر ويب السلام بيت هاتشنين ناك عنه قواد هاتشنين مريت فراشا لك أرى الله بس جاوزنا من الورا. البيت الصغير يعني تبيتنا البيت الكبير هي الدنيا وعالمنا فراش مريتنا أرى وسمعنا وأنزل من السماء ماء كسماء وهانا وردنا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إن أنت من طفات شو مريت هاتشو لا يستمروا لتمجبوا ببت يمتشلون يا وطاجيتان والله رزقا لكم لأن أنت مقبين بيهن لعلكم إيش رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا عندك هون الله مالك أنزل من السماء ماء أخرج من الأرض ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله عندك هون لا الله تدربوا أنداد البالان توجهت تدربو شركة وجهت تدربو أقار وجهت تدربو لا أملكو سلطان يمبل ساتو سوا عينو راجو جن عينو راجو ملائكة عينو راجو قبلن أنت أملكو على الله وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل إن أنت أملكو لعند الله نجي لما نمن دم ما يقبع إياوك أجو يهدن أنت أملكو وأنتم تعلمون أن الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
يهني يا وقاتشو يهني يا درد الله الله مهون يا وقاتشو لبن بالله تشارك الله على الله سويت بالله ما شارك هالشون ودوا عند اللي بيعبدوه كجهل كذكر الناتا نستول لذينه على ما وق بدو سويت كل شرك وست سياس قباتشو من نايم الزي لاي بزي يهن القرآن أنك سعكوا بلاي مكنا يا تادر جو علماء وجد يمني عبدو حديثا أي حديث من دنو عند سوية منام يينا منام من دنو بمنام سيهن صحابين بمنام سيهن عند زي سوية تسلسلوا يا جنيا نحن نما نجوا ولو سيتأيك أجو إن يابكو يا موسى سوتشنا نحن قوم موسى لك يا موسى سوتش بتعم ترو سوتش نتبراتو جن علاجو جن منام جن ما عزير ابن الله علاجو عزير يا الله لجنو يالاجو استجراتو السبعة تلون دنا أنت سؤال لبر ما علاجو أنت ما أنت أنت كيت بتلون يما من أمة محمد لي الله أكبر أمة محمد أو عليه الصلاة والسلام أمة محمد نعم القوم أنتم إن أنتم بتعم ترو سوتش نتبراتو جن علاجو جن من علاجو دمون يا من يوتال انت ما ما شاء الله وشاء محمد يا لاجونا الله ان محمد قالوا يا لاجو محمد الله ان محمد قالوا كان ودي منلو ذكرتا يا ما ليلى بنجمرال زق منلال بالا متيم يا شرك يا شرك ان يا سغرا تلك تنش باي نورو عندو نبيوك انتو كالكم كان بيبال تنش اي قرب يونو كو زبد الفقراء تكمته هدي ارسو كالو ار الله كالو كالم السو الله ان ارسو كالو انلم ما تسو كره ين ميلو اونو يقروا الحمد لله عند دوم من قالو غارتو ني الله غارا الله حاجه سلمي بزابل سنت حاجه بالا حاجه لو كدي حاجه يبلت الله أنتم نؤمن بيه دي حاجة بيتشان تقار تهون الله غبين وين المهم جهل ما يمت أولا قرين لك الجهل أبو من أبو الكفر كفر لكو يولد وجهل نوام سلذي جهلين أسوك قرن مالك لكفر تنش عباتها ساتانو مالك كذا دين قطو سويو كنتر كن جلال قزون وليد رو مينو عايو مهن كرفل بوكو رو مينو يهن دمو بالا تنش کوئی تو دمو سو چاگین دا تن دمان ناچو سی ناچو نحنو اتباع عیسا انیا کو عیسا تکتایو جنا آرا نعم القوم انتم لولا انکم آلا انا انتم ترو سو جنا براچو نگر گن آراچو نگر گن من دمو من لتوات علم انا انتم عیسا ابن الله یا راچو نوا عیسا یا اللہ نجلو بلاچو یا لبوتا وانتا تاچو دن دو سوان بتاستکار کرو آلا انتم لولا نوام يعني ما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أنتم تروسوا وش نبراتوا قين من يهونان أنا من يهونان دبوا من التابة أقول لهم ما شاء الله وشاء محمد يالاتوا الله أنه محمد كالي يالاتوا بتتسيب قل في البولة ولا كان يقولوا شكرا وجاءوا يروت أبوتوا نبي قال عليه الصلاة والسلام أرى أني هل لما نام أيها رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام تقروا أجعوا لنا صحابه وجعوا سبسبوا واندماتوا منام أيتوانوا إنهم لا استمراتوا يفلبك ينبرونوا يا أيهو كذبانا من فلوان قولوا ما شاء الله وحده الله بجاك على برو عند الرواية قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد بلو ثم بمن كزيام كزيام ما انتكال كزيام منامن شقري اللو كالله بتاج بلن منامن إشالا الله قال بالتبتش يبلد أنو فلا تجعلوا لله عندادا يهل أبد النوم جابت مسلاك بل إيك بثنا نقرب قال شير كلمة أي جلال ناتي تموت ميلن ناتي تموت كموش لولا إيا مالا مالا يوم من يبالبر نبيين ما هي تلك محلال نا سوى جاية من أبتل
متشي نو ميامنوت نبيين قال اه هي الواش بقولاتهم تناقروا الله با الله بلو منو ولا مناو با الله بيمنو ايه نبيين على مالتكو يسويين اولاد مهرون با الله بيواش يتلال غفور الرحيم لو الله يمن يمر الله بيواش بيت كن نبيين يا نبيون سم كن بوشن فالسماء المسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فلا تجعلوا لله اندادا ستو سؤال لكم يقول لي ابونا كانت فلا اغري قتل ادلو يمسوا اما تذكر سكال تقرصلاچو يخبس بنا سيو كان كسراو غري يقرطان بلا من يميل هيرزم يتلتلال هيرزم يسر ارا بنا ميسكن ما يطفى مبرلا بنا ورفري يكونو ليتطا فنبو نو اني بنا ميسكن يمسلي በጣም ሲጨነቁ ስለሚቆዩ ስታብት ከዛ በኋላ ወደ ውልድ ስታደር ተሎ እንዲቆሉት እንዳይጠፋቸው አድራሻቸው ይላል እንጂ ቡና ይጠቅማል ተብሎ ቡና ባላ ቡና ምን ያደርግ ልጅ ሊያወልዳል ከቡና ማን ታትሻል فلا تجعلوا لله اندادا وانتم ايش تعلموا دمو من العجل ወልዳችን እንደናቀለ እንዴው ጠንከር አርገ ሲዘው hatta kafir እንኳን መርየምን ምናብን ኢየሱስ ገብርኤል ምለው አንተ ገብርኤል ምን አርቆ ነው ምናም ካልከው ለነገሩ ማብድ ያረጋል ገብርኤል ምን ያለም ሚካኤል ይለሽ ሁሉ ምናብን ይላልኩ ጠንከር ካረክበት አይወጣው ማላ ጋር ነው እህ አዲ አንተ ምን ሆነህ ነው ባለ አንተ ሙስሊም ለሌላ ወራ አይነት ወንድ ይገባ እንዴ ትልፈሰፈሳለህ لا يمكن للمسلم ان نرى نوعا فيه من الشرك دعوا الله كل نجر الله امر الله قال كفلك امراجو الله شرك انت دا تدردرو يعني كزي يبلطكم استنقق يا اسفلك ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كزي بتاچ يالن يا شرك عينتك قلت لي شيء كشرك بتاچ يالن وانجن نمر خلال شرك لاي كدرساتو كن ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار والله ان يشرك النجر تتنقق يشرك النجر ركن كهل سوى الله بفضله وكرمه لمرادجنا ده من النجر سايدك ده ستن تقول يا جماعه كقطان انكون لبلب لو بيدرن لا يخلد في النار اما المشرك سيخلد في النار እዚሁ እኮ ነው ማስጠንቀቂያው የተሰጠው ነው ሐሳቡ የተነገረው የመጨረሻ የተወሰነው ስለዚህ الخلود في النار ከዚህ ጋር የተያዘ ነው فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون ያወቃችሁ ከአላህ ጋር ባካችሁ ይላል እነዚህ አያዎች በግልጽ ያስተማሩ ምንድነው ዒባዳ ለአላህ እንጂ ለማንም አይገባም ነው አላህን ዒባዳ የምናደርግበት ምክንያት የማያስፈልገን ቢሆን ምክንያት ቢነገር ማይነገር ብዙም ማያሰጋ ቢሆንም ግን من حكمة الله سبحانه وتعالى دين يفترياتكم انديها رجاتكم انديها رجاتكم انديها رجالاتكم لمن اتملكوا من مالتون ما يتنع الله لمن ملك يميابك اولا بزونا دروتش الدالبتن بيفا ايتنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ما وكم ياسفل لقال سلا سم الناس سلا بحري يتنع قربت على الانديز من يميل የሽርክ ከዘር ትንሽም ትልቅም ብላችሁ በሽርክ አከባቢ ትርቁ እንዳትሉ ሽርክ ለሁለት ይከፈላል ምን ተብሎ ظاهر وباطن ተብሎ ሽርክ ለሁለት ይከፈላል كبير وصغير ተብሎ ሽርክ بأنواعه من اكبر الكبائر ومن اقبح الذنوب ሽርክ የበደሎች በደል ان الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم نبي عليه الصلاه والسلام يا الله سبحانه وتعالى كسوت من الفلك تعالى معاذ ادي لك انت بتشال بتشول تعملكم نور الله بسويش لا يرمي يدرغون نجر تعالى علاك انت جعل لله جدا بروس وهو خلقك فطره فطارنا فطور انت تكون تادرغالك ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ ማካሄድ አግባብ አይደለም قالوا النبي عليه الصلاة والسلام النزين بابالوج بدم استولات النزين تستكاك لك الله سبحانه وتعالى فقالوا كهولا
بليلة أننا بسفيو يمنا يبتها القطع من الميونو يزالوا تبهر تثيلين نقوم عليك إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.